أنا حياتي طبيعية، ما شفت أي معاناة بها بداية حياتي. عشت ويا أهلي يحبوني، ومن النوع اللي إحنا ما يفرضون علينا شيء، يعني بالدراسة أو أشياء نشتريها براحتنا وبكيفنا. حتى أنا يمكن تأخرت بموضوع الحجاب والالتزام والصلاة وهاي الأشياء، عشت مراهقة طبيعية مثل البنات، ألبس وشنو أريده. بس من يعني أنا كنت زينة بالدراسة، طلعت معدل زين، معدل يعني دخلني كلية حكومية، وكلية يعني زينة ومكان زين وبغداد، وحتى قريبة على بيتنا، فكان كلش الموضوع مريح بالنسبة لي. أنا من شفت أجواء الكلية وشفت بيها الانفتاح وشفت، لأن أنا بالمدرسة كنا مجموعة بنات، فبالكلية تغيرت، التزمت أكثر، حجابي أكثر يعني التزمت بيه، فأني تغيرت. ظليت أفكر بالأشياء يعني ناحية إنه أشياء مصلحتي بيها، فقررت وأني بالكلية وقلت لك أهلي ما يعارضوني إنه أشتغل بنفس، لأن أني دراستي إعلامية، يعني إنه أدرس إعلام، فأردت إنه أشتغل بهاي الشغلة وأني بعدني بالكلية. فاشتغلت بوكالة، يعني تعلمت بالبداية تدريب وهذه ومجانا، وبعد ما أرجع من الكلية ومرات بنفس الوقت يعني حسب اليوم، لحد ما تمكنت وصرت أقدر إنه أني يعتمدون علي بشغل يوم كامل. بس قلت لهم أني خلي أجل الموضوع، يعني هاي بقت بالسنة الثانية أو الثالثة، قلت لهم أخلص الرابعة وأرجع يعني أداوم وياكم. يعني كانوا مسؤولين رحبوا وما كان اكو مشكله، فاتفقنا على هذا الشيء. بالرابعه يعني عشت الاجواء كلها، دراستي تعرفين المرحله الرابعه هي مرحله اخيره، وشلون الشيء راح نفارقه. إنان الأهل، الأم هي مدرسة، هي اللي تربي، والأب أيضا، بس هي التربية الأساس على الأم. الأم ببعض الأحيان مو كل شيء يكون مجاب للأطفال، لابد أن شوية نوع من القسوة، لأن الحياة بطبيعتها والمجتمع الخارجي قاسي، مو كل شيء سهل. فأني حتى بنتي حقيقة دائما أحاول مو كل شيء أوفر لها، مو كل أبسط الأشياء نوبات أني أحاول نوعا ما أحرمها منها، حتى من أنطيها الشيء تحس بقيمته. فهنا أنا من هي يعني ماخذة كل قراراتها بسهولة بسهولة، ويعني ماكو التزام من ناحية الدين، كله بسهولة. أوكي، هو صح إنه الإنسان يعيش حياة الأهل يدعمون وينطون ثقة لأولادهم، لكن لازم أكو نوع من الثواب والعقاب حتى نخلي فد مش بقول ميزانيه وبالانس النوع من يعني للتربيه. فهنا من راح تحصل على الشيء اللي تريده لازم تحس انه هي سوت انجاز. اذا كل شيء متاح متاح، راح تطلع للعالم الخارجي يعني وتاسس حياه تريد، كل شيء بها متاح. شوف صراحه هي تتبع البنيه، اكو يعني احنا صادفنا حالات من ضمنهم ناس اعرفهم يعني موكلين بنات كانوا مدللات، وعلى اخر دلال لما اجت العش الزوجية وإذا بيها مرة معدلة على قولة أهلنا، تختلف تنظيف، إدارة، تربية أولاد، مسؤولية بالإضافة للدوام، ولا نفسها البنية المدللة الأميرة ببيت أبوها مثل ما يقولون، تختلف، تحملت المسؤولية. أكو لا، أكو لا، جتي مدللة شافت شيء جديد عليها، يعني من تعلمت تقعد الصبح عمتها تصيح عليها، زوجها تسوي العيوق، تكوي هدومه، تغسل ملابسه، يعني مسؤوليات تضاعفت عليها. فهي تتبع قابلية البنية وتربية الأهل أيضا، تدري أنت إذا بنت خير وتتحمل زوية زوجها الحلوة والمرة وتمشي الأمور، لأن الله يسهل عليهم ويرزقهم، فهذا اللي يصير. تخرجت الحمد لله، أهلي يعني مثل ما أني أريد، وهاي الفترة كلها أني ما مفكرة بارتباط وزواج. تصير بالكلية تصير أكو ناس تنعجب وهاي، بس ما أخذتها من ناحية ضحك، ما ماخذتها من ناحية انه يعني افكر انه زواج او ارتباط، يعني اللي يجي يصارحني ارفضه واظل اضحك، يعني ما اهتم لهاي المواضيع. تخرجت فداومت بالوكالة واستمرت بها يعني لحد ما اجى شخص هماتين، هو قال انا خريج اعلام وانا متمكن، ويجي سوى مقابلة يعني هم محتاجوا فشغلوه ويانا. هذا الشخص بالبداية يعني حسيته يحتاج مساعدة مثل ما أنا ساعدوني،
بالبدايات انا بتخلي اساعده وخطيح على مود ما يصير يشتغل بدون راتب وهذه، فبتخلي اساعده. اغلب الشغل اللي هو ما يقدر يكمله اني اكمله واساعده، ومثلا اذا اجيب وياي ريوق او غدا خطيه هو وياي، يعني هو مقدر هذا الشيء، انا عامله مساله اخوه مو اكثر. لحد ما تطور الموضوع بيناتنا، صار اعجاب، صار اذا اني ما اجي هو ما يجي، يعني صار واحنا بيناتنا يعني تواصل دائم، فصار موضوع الاعجاب. ما انا ما اوافق الاهل اللي يقيدون البنية أو الولد بشكل زاد عن اللزوم، لا، هو لازم يتعلم ولازم يجرب ولازم يخطأ حتى تنصقل شخصيته ويتعلم. من ناحية طموحها، طموحها رائع جدا، ممتاز، هي عندها طموح ومحاولة وتسعى بأكثر من مجال، وأنا أشجعها وأشجع كل بنية أنه تمشي بهذا الطريق وهذا السلوك. لازم الأهل يدعمون البنية من هالناحية ويخلوها تجرب، وحتى الولد ولازم يجرب ولازم يغلط ويتعلم، يلا تنسقل شخصيته ويقدر يواجه المجتمع والعالم الخارجي. والمفروض كل الشباب والشابات يمشون على هذا الشيء، بس كهاي البنية، البنات بصورة عنهم طموحات، عنصر النسوي مرات يعني يكون أكثر ما للرجال، بس العنصر النسوي بصراحة يكون طموح أكثر، احنا شفناها حتى الأمثال القوية. خير مثال إذا واحد يستدل بي أنه خلف كل رجل عظيم امرأة عظيمة، فهاي البنية تمثل الإنسان الناجح بغض النظر عن جنسه ذكر أو أنثى، فمفروض كل الشباب أنه تكون نفس هذا الطموح مع هاي البنية. فكان يعني أنا لأنه أنا بالبداية دربت وفأنا قلت خطية حتى ما يشتغل هو مجاني، فكنت يعني دائما اساعده بشغله، ووصلنا مرحله انه حتى انا من اجيب مثلا ريوق وياي يتغدى وياي يتريق وياي، يعني بعتمد علي وهو مستمر واساعده انا بالشغل، وظلينا نتواصل. وحتى الايام مثلا ما يقدر هو يجي او انا ما اجي هو ما يجي، يعني نيناتنا واحد مرتبط بالثاني، وهو حسسني انه هو من طبقه يعني حالتهم زينه، منطقة عايشين بها زينة، أنا متصورة هذا الشيء ما شايفه، بس أسمع منه من يحكي لي على مغامراته على حياته. إحنا بأوقات فراغنا نحكي بالدوام أو بالليل مثلا نتراسل نحكي، فزاد بيناتنا الإعجاب لحد ما هو صارحني بالحب. لو لاحظ أكثر دول أوروبا تقريبا يعني 99% ويمكن 100% يشتغلون ويدرسون ويستقلون بحياتهم يعني من عمر 18 سنة. هنا راح يكون احترام الوقت واحترام العمل، وبنفس الوقت احترام كل شيء جنوه، راح يكون كل شيء جنوه إلى قيمة وإلى ثمن، لأنه هو ناطي من وقته ومن صحته ومن يعني الوقت اللي لازم يترفه به. فأني جدا مع أنه الشاب يدرس ويشتغل، أصلا يا دوب يعني هي الحياة اليوم متطلباتها جدا هواية، ويعني وصار يعني كل شيء مطلوب وكل شيء صعب بنفس الوقت، يا دوب اصلا يعني الشاب يدرس ويشتغل. الانسان الطموح ماكو شيء وقفه، والانسان الناجح، انا دائما حتى اقول هالبنتي، الانسان الناجح في مجاله يوصل، مو شرط انه انا الا كليه طبيه، يا ما دخلوا كليه طبيه ما نجحوا بمجالهم، ويا ما طلعوا معدلات على قدهم ودخلوا مجال معين حبوا وأبدعوا به وصاروا معروفين جدا ومشهورين وأبدعوا في مجالهم. فالإنسان الناجح مو إلا أنا هذا اختصاصي لازم أشتغل به، الإنسان الناجح هو اللي يبحث عن العمل وهو اللي يلقيه وهو يشتغل به. أبدا ماكو، كل الاختصاصات مطلوبة، مستحيل اللي يقول ماكو اختصاص مطلوب وأنه هذا فرصة قليلة، لا ماكو هيك شيء. الناجح هو اللي يبحث عن العمل مو اللي عمل يبحث عليه، أنا هذا رأيي. أنا مسألة الحب الصراحة ما أؤمن بيها، يعني كنت بالبداية ما حاسة بيها يعني شنو حب، بس قلت يمكن هذا كثرة التعلق بهذا الشخص واهتمامه واهتمام بي أنا همتين هو هذا الحب صراحة. بقينا على هذا الحال 3 سنوات ما حاكي أنا موضوع الزواج، يمكن هواي بنات أول ما واحد يصارحها أو يقول له تعال تقدم وأخطب وهذه، أنا لا، كنت أفكر إنه أنا أريد أتطور أكثر، أريد أتطور بشغلي، أدور لي شغل ثاني ثانوي، يعني أهم شيء عندي هذا الشيء، وكنت أفكر بالتعيين.
انه انا اريد اتعين، اي تقديم يصير انا مقدمه، يعني ماكو اي تقديم اي اختصاص اقدم على الاعداديه على مالتي البكالوريوس، اي اختصاص انا اقدم، مو الا باختصاصي اشتغل العلاج. تفكر انه اريد بس تعيين. طبعا النجاح يتحقق بعنصرين، اكيد اكو سعي يكون وجهد مبذول وبالاضافه الدراسه، فمرات يكون السعي بالعمل، العمل الحر، التجاره، هذه الامور، ومرات يكون السعي والجهد في سبيل انه يحصل تعيين. تعرفين التعيين صار عندنا مو سهل، اكو ناس مستعده تدفع فلوس قد يكون مبالغ قويه يعني في سبيل انه تحصل تعيين، واكو ناس لا تقول لك انا اذهبها على الله اقدم باكثر من جهه خاطر احصل لي فالتعيين معين. الكل الشباب والبنات متركز تفكيرهم، وممكن هي البيئه اللي نشأوا عليها انه احنا لازم نتعين، لان يعتبروا هذا اسهل طريق، طريق التعيين اسهل طريق. و90% من اللي تعينوا انا شفتهم كانوا كلش حابين وراغبين بالتعيين، من تعينوا تدمروا من التعيين، تدمروا من اوقات العمل، من الالتزام، من البصمه هوايه. طيب انتوا شنو اللي تردوه؟ انتوا لا من شفتوا قبل ما متعينين الامور تمام ولا من تعينتوا. انا برايي ماكو دولة بالعالم اليوم معينة كل الشباب والبنات، هذا شيء مستحيل. أكو موازنة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، يبقى الشخص هو شلون يبحث. أنا ما لقيت مجال تعيين، أروح أبحث القطاع الخاص. واليوم إحنا نشوف ألف فرصة أكو، ألف مكان أكو، بس يبقى الشخص وإبداعه هو يبحث عن مستقبله وشق طريقه. فصارت لي الحمد لله واحدة من اللي قدمت عليهم انه اشتغل اجور، فاشتغلت عفت الوكالة. وصار بيناتنا يعني شلون واحد يفار، انا متعود عليه وانا هماتين وشغل سنوات وهذه، فظليت اداوم بالدائرة. بس هذا الشيء تجربية يعني اني على مود مستقبلي ظليت اداوم، وبعدين ضافوا لي الشهادة، فيعني ارتاحيت بدوام هماتين يعني قدرت اشتغل بمجال اختصاصي. فانا دائما اقول لي انت ليش ما تقدم مثلي؟ ليش ما ادبها؟ اي كذبها على الله وهي تجي، ترى مو كلها بالواسطات وش الشيء، لان هواي ناس لو كلها بالواسطات كان ما حد يعني فيها امل، يعني مو هيك طريقتها بالسعي بالعمل والدراسه. انا جدا معجبه بها، وطريقه تقديمها على العمل وسعيها اكثر من مره جدا معجبها، ورب العالمين اللي يسعى يوفقه ويعزز له هذا الشيء. الرزق مكتوب لكن اللي يسعى، مستحيل انه اني مثلا تندق بابي والرزق يجيني لو ما اني اسعى وابحث عنه. هذا الكلام موجه للكل، للرجال وللنساء وللبنات وللشباب، فالسعي جدا مهم. اني اسعى باكثر من اتجاه، افضل مما اكون مستسلمه او مستسلم وقاعد وانه انا اريد الفرصه الذهبيه تجيني. اقبل بالشيء البسيط، اللي يقبل بالبسيط يتوفق وتجي الفرصه الاكبر والاكبر. وهوايه اليوم نشوف ناجحين سواء عربيا او على مستوى العراق محليا او حتى عالميا، نسمع قصصهم انهم بدوها من الصفر. واني برايي الاساس صح، واللي يبدي بالطريق الصعب ينجح. هو ما يجاوب دائما يعني يقول لي الله كريم ما اعرف شنو هاي، الله يحبك وانت طلع عليك، انا ما يطلع لي. ويقول لي انا مقدم اي شيء زين خلي انا اقدم لك، ما يقبل. بقينا احنا علاقتنا تقريبا 7 سنوات حب. هذا مو حب حسب ما سمعته، هو تصير هو قصص حب، هو الحب بين السر ما بالعمل او زميل عمل او زميل دراسه يعني اكثرها. لكن هاي الحاله هو مو حب، هو تعود. والدليل الطرفين ما حد يتنازل للثاني، ما دام ماكو تنازل اذا هو مو حب، هذا تعود ورسم شخصيه خياليه. كل طرف رسم شخصيه خياليه للثاني، بالتالي من التقوا في بيت واحد ومن عاشوا ها اوكي تمام. اي بس هذا مو حب، هذا تعود. واكو فرق بين الحب وبين التعود. مفهوم الحب هو اتفاق، اتفاق وشخص يفهم الشخص الثاني. مفهوم واسع صراحة، يعني ما نقدر نقيده بجملة أو جملتين، لكن نحصرها على سبيل المثال بالجامعة. يمكن أحلى مراحل الحب هو قد يكون مراحل الجامعة. تعرفين في عمر معين بعد 18 أنه يكون شاب
فكرة جيد، عنده معلومات جيدة، يقدر يدار الأمور ويا الشريك، كذلك البنية نفس الحالة. فأتوقع أن الشيء اللطيف أنه واحد يحب الجامعة، أو شيء طبيعي يعني ولطيف، وما بي مشكلة أنه بنية قريبة عليك وعلى عينك، وراح تعرفها خلال هاي الفترة، التوجون هذا النجاح ما تكون بالزواج شيء جدا راقي، أكيد يكون ناجح على الأغلب. يعني إحنا تدرين ماكو عندنا نسبة 100%، ما يقدر يطلب أي شيء. تجي حالة طلاق حب، يعني هواي قطلة حالة طلاق تجي عن طريق حب وأم حب فترة طويلة، لأن تدرين هذولا راح يعيشون حالة من التسويق، أنا أسميها تسويق، لأن يعني كل شخص يسوق نفسه أثناء الزواج أنه هو الشخص المثالي اللي يعني. حتى أكو مرات برامج تطلع تقول أنه بنات يشتكون يعني قبل نتخابر أثناء الخطوبة 10 ساعات نعرف الخط مفتوح، وراها بالزوج يا دوب أخابر 10 دقائق ربع ساعة يصيح وجهي ما أعرف شنو. يعني تعرفين راح تتجه الأمور غير اتجاهات، هو مو الغرض نعده أنه كرهها أو ما يريدها، لا، لكن مشاغل العمل الأمور اختلفت، نظرتك كرجل تختلف عن نظرة المرأة، تبقى المرأة رومانسية بحد ذاتها وحساسة، كتلة من المشاعر أكثر من الرجل، قد يكون جدي أكثر. إحنا شوية اليوم عندنا مشكلة بالسوشال ميديا وطريقة ترويج السوشال ميديا للحب، اللي هي يعني خلينا نقول تقريبا هواي من حالات الطلاق اليوم متأثرة بسبب السوشال ميديا ومفهوم الترويج للحب الخاطئ. الحب مو معناتها مفاجآت طول اليوم وسفر وأشياء يعني رفاهية عالية. خلت أكثر البنات يفتهمون أن الحب هو هذا الحب، الحب مو هيجي، الحب أنه أنا أتقبل الشخص الآخر واقتنع به بعيوبه، هو هذا الحب، أتنازل مرة أنا مرة هو، تمشي حتى سفينة الحياة ودوم هذا الحب. أما الحب أنه أنا أريد الشخص الأمامي مثالي، هذا شيء مستحيل، ولا يسمى حب ولا يمكن يسمى. فحالات الطلاق مرت عن طريق الحب، مثلا الناس واحد يحب الأخ ابنية وتحب شخص على حب الزوجة وتصير حالات طلاق. ليش؟ هذا عيشها في جو مختلف تماما عن واقع، بالإضافة أنه الابنية تعيش جو مختلف عن الواقع اللي راح تعيشه. لأن تعرفين أنت لما الابنية بعدها شابة ومام الزوجة تخيل مخيلات أنه هيتشي راح نسوي هيتشي نطلع، الناسين أنه الزواج هو عبء، ترى الزواج مسؤولية، مسؤولية حقيقية للرجال وللمرأة. يعني الإنسان يبين مسؤوليته وجدارته بالزواج، أنا بالنسبة لي أشوفها هيتش، لأن تعرفين مو سهلة واحد يراعي مشاعر أب وأم وزوجة وإذا الله يرزقهم بأولاد ويحافظ عليهم ويكد لأجل عيشهم، هاي مسؤولية مو سهلة. في يتخللها التعب، يتخللها التقصير، وطبيعي جدا من الطرفين. يعني تعرفين البنية لما يصير عليها ضغط من الأب والأم ومن العمة والتشنة مثل العمة والعم، أو إذا عندها حموين مثلا بنفس البيت، أغلب الناس إحنا دون الوسط وجوة يعيشون بيت واحد، نادرا ما تلقين ينفصلون بيت واحدة أو ناس متمكنين، يعني هذول حالات مثالية نسميها. فراح تشوف صدمة، طب شوك، هاي يختلف، يعني مو هذا واقعي. وصلت مرحلة يعني أني بالدوام همتي إن ظلوا بالدائرة يجون يتقدمون، أهلي بالبيت يعني يسألوني على هذا الموضوع، تعرفين الأخوات الأم هذه يحكون بهاي المواضيع، أني بعد هو لازم يحكي بها، هو كان يحكي بعدين بالزواج بعد هاي 3 سنوات، وأني من تعينت ظل يحكي بالزواج بس يقول لي أني أجمع أني مدري شنو، أني ما ضغط عليه أبداً. صح انه كل بنيه مصيرها تتزوج، بس انا شو اقول هو الوقت المناسب. فقلت بعد ما بيها انه اقول له لازم يجي يتقدم، لانه اذا من ناحيه استقرار انا صار عندي وظيفه، وهو ان شاء الله هم يتوظف، يجي يوم مثل ما اني دبيت على الله، هو همات يعني يجي يوم يتوظف. فحشيت موضوع الزواج، قال لي إيه ماشي، انا راح يعني اجهز وضعي وهذه واقول لك. فقال لي انه احنا حاجيت اهلي وهذه وعمامي وموافقين وهاي، فراح نجيكم، وانا هم حاجيت اهلي واجوا واتفقنا، وكان كلش يعني البدايات حلوه مثل ما يقولون. هو موضوع الزواج مو موضوع سهل، ترى هو التقاء عائلتين، التقاء بيئتين مختلفه، لو مهما كان. انا قبل ما اتكلم عن المستوى المادي نتكلم عن بيئة وتنشئة،
هالبيئه والتنشئه راح يعني اللي تقوم بها عائلتين. فهو موضوع ابد مو سهل. القرار لازم يكون بموافقه الاهل، اذا اكثر القرارات لازم الاهل يوافقون عليها. اذا شاب اهله متكفلين ماديا بالزواج، واذا يضطر انه يسكن وياهم لان ظروفه ما تسمح له انه يستقل بحياته، فيضطر ولا بد، طبعا مو يعني مو هوايه حالات، يضطر انه لازم يكونون اهل مباركين وموافقين لهذه الخطوه. واكو لا، هو مستقل بحياته وقراره، يقدر انه هو يعني يفرض رايه بعض الاحيان. موضوع انه ليش الاهل يوافقون ولازم الاهل يوافقون، هذا الشيء احنا نشأنا عليه بالمجتمع العراقي. انا تقريبا اشوف المجتمعات العربيه نوعا ما اقل تاثيرا بهذا الموضوع، لكن احنا مجتمعنا ما زلنا لليوم نعاني من هذا الموضوع، انه لازم وحتى المجتمعات الخليجيه انه لازم موافقه الام والاب والاخت والاخ، العائله كلها لازم توافق حتى هم يوافقون على شريك حياتك او شريكه حياته. بالتالي هو يعني موافقه الاهل اوكي، مباركتهم مهمه، ولازم الولد مثلا يجيب وحده نفس المستوى الاخلاقي والبيئي وتتناغم ويا عائلته، هذا الشيء لا ضير فيه، لكن بالنهايه هو راح يعيش وياها وهي راح تعيش وياه. فالمهم هم الطرفين واحد متقبل الثاني. يعني هنا أنا والله صراحه احنا يعني هسه اذا نسمع اغلب البزنس مان والتجار وكبار رجال الاعمال راح يصنفون التعيين كاخر فرصه لتكوين مصدر مالي متمكن، يعني لان التعيين احنا سواي عندنا موظفين من اقاربنا من اقارب حتى حضرتك تعرفين راح يوصل للرينج معين ما يقدر، يا دوب اقوى موظف اذا بالحلال بدنا نحكي مو الموظفين اللي يشتغلون خطا، راح تلقيه اخر عمره ويا الورث مال والده لمهن ويلا يطلع له بقطعه عود يسحب له قرض يلا يبنيه. اما الاعمال الحره لا، الاعمال الحره فرصها اوسع، بها ربحيه اكثر اكثر من التعيين. التعيين محدود، انت عندك مولده، ايجار، مصاريف اطفالك، زوجتك، اولادك، مصاريفك، انت تحددت انت بمبلغ براتب، فما ممكن تقدر تسعى للي تريده. اما التجاره لا، بها فرص كثيره وكبيره. ما اعرف شبابنا يعني مخلين التعيين، والله مو بس شبابنا حتى عوائلنا، يعني اليوم صار التعيين مفتاح للزواج، اللي متعين فرصته تكون للزواج اكثر، يعني وهاي مو صحيح نهائيا. فالتعيين انا اتمنى ان الشباب ما يخلون التعيين هدفهم. التعيين ممكن انا اخليه شغله ثانويه، انا امارس عملي. ترى الصين خير دليل على نجاح الاعمال الحره والاعمال الاهليه هي الصين. الصين شعب متكامل كله عمل، كلهم يعملون، حتى الشركات الامريكيه والمعامل نقلت مصانعها بالصين، لان شعب منتج، الشعب يريد يشتغل، احنا لا متكئين على التعيين، وهذا طبعا واقع ما يخدم. هو التعود وشغل لها فتح حيز من حياتها، وهي توقعت ان هي حبته. فبالتالي انا اليوم مثلا اذا هو ما فاتحني واني ما عندي القوه والجراه انه افاتحه، لانه انا احتمال الجواب اللي راح يجيني يكون صادم، ولازم اضطر انه اتخذ فد اسلوب معين، يعني انه اضطر انه اقطع العلاقه وانهيها. فبالتالي انه انا اتجاهل انتظارا من انه هو يحس او هو يعني يفاتحني بالموضوع، عسى ولعل، لان هي ما عندها القوه. ويا بنات اكو ما عندهم اليوم القوه ان يواجهون، فتفضل التجاهل حتى ما تخسر هالعلاقه. وصار زواجي أنا قاعدة ويا عيالي، عيالي يعني من نوع اللي انعزاليين، يعني ما يتدخلون بينا، إحنا فوق وهو جوا. موضوع العيال انعزاليين أو مو انعزاليين، لطالما هنا إحنا العبء الكبير، إحنا عندنا موضوع إنه كنا تسكن ويا العيال بالعراق تقريبا. أنا دا أشوف آخر 5 سنوات دا تقل هاي الظاهرة بالوطن العربي، اصلا هاي الظاهره ملغيه من قبل عشرات السنين. موضوع سواء انه كانوا انعزاليين او منفتحين، هنا راح يكون عبء على الزوجه. الزوجه راح مثلا خلينا نقول عاش 20 سنه في بيئه معينه، راح تجي تنتقل من بيئه الى بيئه، لابد من انه تتكيف بشكل كامل مع هذه البيئه الجديده. اذا هي انعزاليه وهم منفتحين تتغير لازم، وبالعكس. فهنا لازم تدرس أفكارهم، طبيعتهم، وتتكيف وياهم، ثم تتكيف وتدرس شخصية زوجها. شهرين أنا 7 سنوات أحبه، شهرين شفت بيها شخص ثاني، شفت تصرفات، ويمكن لأنه أنا ما عايشة ويا طول اليوم، شفت أكو أشياء مثلا يعني
مثلا ما يفرج اسنانه، ابسط شيء مثلا، يعني اكو تصرفات، اكو اشياء يعني بالعشره تبين، مثلا الاكلات اللي يحبها هو، مثلا يحب الباكه وهاي الاشياء انا يعني ما احبها، لا تسويها وي امي واني اريد، يعني اكو اشياء بالحياه تبين. هاي خلت عندي ردود افعال، خلت عندي انه اني شلون شويه ابتعد منه، اتجبجب منه، من ريحته مرات اضوج منه، وصراحه استحي اقول له يعني روح اسبح، لو روح فرج اسنانك، لو روح سوي لك اشياء، فظلت اتنرفز منه. هو المرتب مرتب بكل مكان، اني هذا رايي ما اعرف، هو المرتب مرتب ويفوت عطره وياه بين، يعني الملابس مثلا اكو المرة الذكية تركز مثلا ياخذ القميص هذا الاطراف اذا هو نظيف ومرتب، العفو الحذاء، اكو مثلا انجليزي انه اذا واحد يريد يعرف الرجال هو نظيف او لا ينظر للحذاء. فموضوع انه هي زواجها مو تقليدي، فانه هي تشوفه بشكل مستمر سنوات عده وما منتبه انه هو يهتم او ما يهتم، انا هذا ما اوافقها بالراي، لأن هي راسمة شخصية خيالية غير الشخصية الواقعية. من عاشوا حياة واقعية بدأ الواقع بدأت تظهر العيوب، أو إحنا نتقصد نركز على العيوب. موضوع النظافة الشخصية، النظافة الشخصية هو من البيئة للولد وللبنية. أنا اليوم عندي ولد وعندي بنية، نفس الترتيب اثنينهم، نفس الاهتمام اثنينهم، لأنه تربوا بهاي البيئة. وكذلك يعني هواي عوالح نشوفها، فاللي تربى بيئة نظيفة ومرتبة وأنيقة الولد والبنية، واللي أساس تنشئته هو كله من التنشئة، أساس تنشئته إنه هو ما مرتب وما هذا، يعني راح ينشؤون اثنيناتهم ما مرتبين طبعا. لكن أكو حالات شاذة، أكو مثلا هواي مثلا تربى بيئة مو نظيفة، لكن هو من يكبر ويفتهم ويوعى يحب يلبس ويترتب وينسق، تصير يعني، لكن هاي حالات شاذة. رب العالمين من أنطى كمال نص الدين بالزواج أكيد مو من فراغ، أكيد أكو فد عبء راح يتحمله الزوج والزوجة لقاء هذه الهدية، تمام، حتى نتفق عليها. بالإضافة أنه الزوجة بالبداية راح تكون مثالية، نوهنا عليها قبل شوي، والزوج راح يكون مثالي لما يدخلون بمعترك الزواج، راح يعني صراحة هواي أشياء راح تنكشف لهم، مو نفس اللي كانت قبل، راح تكون فعلية، راح تكون حياة جدية، أنه أنا انكشف هذا كله قدامي الشخص، وهي انكشفت قدامي هاي كلها، بعد هو زواج محلل لهم كل شيء، فتشوف شخص غريب، أنا هذا ما كنت متوقع هيك. بالإضافة تريني اللي يحب ما يشوف كل المساوئ المحبوب، يشوفه صافي جميل جدا. لهذا احنا لازم نتقبل النقد من غيرنا، لان احنا نحب نفسنا، عب النفس موجود، ترى انا نفسي راقي ولطيف وانا تعاملي حلو الناس ومتمكن، لكن من يجي نقد من غيري اشوفه واضح، لكن من نفسي ما اشوف نقد. يعني كمثال مشابه لنا راحت كانت مع مين، يعني كان بس حب اوهام دلع على دلال، يعني فد عايشين باوهام، لما يدخلون الزوجية لا راح تكون جدية أكثر، راح تشوفها على حقيقتها، راح يشوفها على حقيقتها. يعني أكو قد يكون تقصير من الزوج أو من الزوجة. أنا برأيي من خلال الحالات اللي جتنا لو يتصارحون بكل شيء ويحلون العقدة بنفس الوقت، ما يخلوها تمضي عليها فترة. يعني على سبيل المثال تدرين زوجة لها رغباتها الخاصة، أنا مثلاً اليوم أريد أطلع، أريد تسوي لنا هيك، تسوي لنا برنامج، يقعدون يتناقشون بيناتهم، طبعاً هي مو سهلة، لكن تجي شوية شوية ممكن يعني تصير عندنا هاي الثقافة. ثقافتنا بهالجانب هذا جداً ضعيفة، أنه أتقبل النقاش من زوجتي وأقولها شنو عاجبك، شنو اللي مقصر بي أني، شنو اللي تريدي على مود أكون نحو الأفضل، يعني هاي ما نقول عليها معدومة لكن قليلة، قليل ينفذها. نفس الحالة المرأة هم تقول الزوج طبيعي جدا ماكو مشكله انه اقول له انت شنو تحتاجه، شنو ايش عاجبك، شنو نسوي اكل يوم، شنو لبسه، شنو نطلع، شنو جدولنا نسوي، حياتنا شلون نخطط لها، هذا الشيء المنطقي والمفروض نمشي عليه. لكن هذا ما يصير، هذا اذا ما صار راح تصير تكتلات، يعني اظل الم سلبيه عليه، وحده اثنين ثلاثه اربعه خمسه الى ان اوصل مرحله بعد انفجر. لو 10 سنين هي تحبه ومن تتزوجه
غير شكل. الأقنعة توقع كأنما، لأنه بالذات يعني هواية أطراف تمثل، طرف يمثل على طرف نوعا ما، أو الطرف الآخر ما شايف عيوب، يعني مو واقعي، يعني يكون مغمور بالحب والخيال فيكون مو واقعي، فما شايف عيوب الشخص الآخر. من تبدي الحياة الواقعية، ليش هو يقول تبدي النان المودة والرحمة مو الحب، يبدي انه انا مثلا شلون اتقبل عيوب الشخص الاخر، شلون اقدر احسن منها، شلون اقدر اتكيف ويا هذا الشخص. ولذلك هواية حالات زواج طبعا عالميا قالوا اول سنه سنتين مشاكل كلش قويه تكون، لما طرف هذا شويه تنازل وهذا شويه تنازل، هاي تمشي سفينه الحياه. حكيت بعدين فتحت مواضيع التعيين، وانا مصره انه هو يتعين، قال لي ما تعين، انا ما اقدم. فاش قلت من وراه خلي اقدم له والله كريم. فضليت ادور بالاوراق مالته بالهذي، اريد بس فد شيء الشهاده مالته، اي تاييد له، اي شيء، ماكو اي شيء يعني إلي. عندما الثالث متوسط نتيجه ما عنده بعد غيرها وهذه. فانا واجهته قلت له وين يعني انت مالتك مال التخرج مال السادس مال اي تاييدات وهذه، اذا مو تريد هاي قدم على الرعايه. قلت له هيش، قلت له ما قلت له على تعيينات. قال لي انا اقول لك الصراحه انا ما مكمل كليه، انا ما اخذ دوره اعلام ومش الوضع، وانا الصراحه استحيت بالبدايه اقول لك انه انا اخاف نظري اللي بنظره دونيه، وخاف تقولين هذا مو مستواي وهاي. فانا شوف من قلت لك انه انا خريج كليه، فظليتي تساعدين وهذا. قلت له منو قال لك هيك جزء؟ انا انسان اساعد الكل، يعني انت ليش هيك ماخذ علي نظره؟ فقلت له تكذبت علي. انا زعلت ورحت لاهلي. انا اوافق هالراي بهاي، لان هي مو موضوع شهاده اعلام او مو شهاده اعلام، هو الاساس هنا منع على كذب، فش راح يجي بعده؟ الاساس يكون هش. اساس العلاقه منعت على الكذب، اليوم كذب بشهادته، هذا موضوع لا يستهان به، شهادة. وكان يقدر يقولها الإمام علي عندما قال نجاته في الصدق، فيقدر يقولها أنا مثلا هاي إمكانيتي وهاي شهادتي، تتقبلين تعيشين وياي؟ إذا تحبها راح تتقبل وراح تحترمه يمكن على صدقه، وأنه واضح وياها من البداية. لكن الطريق اللي يبني على أساس الكذب دائما يكون مضلل، دائما نهايته غير واضحة. يعني ما أكون مبرر أنه أنا شخص ينظر لي بأقل مستوى أو شهادة. إحنا خير عندنا مثال هو رسول الله، ما كان خريج رسول الله لكن قاد الأمة كلها وهو خاتم الأنبياء. فإحنا الشهادة كعرب كمسلمين يعني المفروض ما تقلل من قيمة الإنسان، إحنا بوا عليه كجوهرة كإنسان لازم تباوع. هو لو عنده ثقة بنفسه ويعرف نفسه أنه طيب ممكن يعوض هذا النقص، يعني أساس هذا مو نقص بس يعني مطلوبة، ضروري أن واحد يكون عنده شهادة، شهادة مرموقة، واحد مثقف يعرف شلون يدارك الأمور، يعرف شلون راح يحل مواقفه اللي تصير به المشاكل من خلال الاجتماع. أقل تقدير يستفاد من عنده الشهادة، إحنا خلينا نسميها أقل شيء، أنه أنت علاقاتك الاجتماعية بالجامعة، بالجامعة حصل لك أصدقاء، حصل لك معارف بمكان، ليش إحنا نأيد على الشهادة؟ درسوا كملوا اجتهدوا يا شبابنا. الشباب يعني شوية مقلين هذه الأمور، لأن يعني معلقين التعيين شماعة تعلق عليها هذا. فاحنا نرجع لموضوعنا انه الزوجة انصدمت بتصرفاته، انه هذا هيك راح تجمع عليه، ما بدت من البداية انه وحدة وحدة واحنا لا هذا مو صحيح، لازم نعالجها اول شيء، لان لما تمر عليها فترة راح تكبر. ايوه، ومن تنفجر ترجع كل القديمة. لا، مبرراته غير منطقية. هو يقدر شان الإنسان الطموح ماكو شيء وقفه، يقدر يشتغل بمجال الإعلام ويدرس بنفس الوقت. ياما ناس حبوا يحبون مجال الإعلام ويكونون حتى خريجين غير كليات بس مولعين بالإعلام، يشتغلون ويكملون كلية الإعلام بنفس الوقت. فمبرراته غير منطقي، غير إنه أقدر أقول عليه كذاب، لأن كان الموضوع كلش كبير، مو سهل تقوليني أوكي هو مكمل وما مكمل. يعني أنا سنين صايرة وما أعرف بيه إنه هو ما عنده شهادة، هو صح هو إله الشخصة، بس ليش هيك يخدعني بهذا الشيء؟ رحت الأهلي، أنا قلت الأهلي إيش صار؟ من قلت الأهلي يقول لي أنت منافقة وتتنقلين كلام وتشوهت صورتي قدام أهلك، فصارت هيك بيناتنا مشاكل.
اهلي ظلوا يحكون عليه، قالوا هاي مدام بداها بشذبه هذا اكيد راح يبقى هيك وياك، وتعرفين الاصدقاء والصديقات من يحكون هماتين ويا بهاي الموضوع يخلون عندي افكار براسي، فصار عندي كره له. هنا نقدر نقول هو تعود مو حب. هنا نرجع نربط القصه، لو كان حب بين الطرفين هو راح يحس بخطا او هي، هم طرفين ترى غلطان، هو كذب وهي ما تقبلت وما سامحت. والحب والحياة والزواج فد مشروع طويل، مشوار طويل، ما واحد يقدر يتقبله ويتحمله، لابد من التنازلات والتكيف حتى يستمر. يعني هم من حسن حظهم ما عندهم اطفال، هم لا عندهم اطفال من الضحيه، ضحيه الاطفال، وراح يورثون للمجتمع ناس اللي هم الاطفال راح ينشؤون نشأة مو طبيعيه بها ارتدادات على المجتمع راح تصير. لكن هم ماكو حب، لو اكو حب اكو تنازل، اكو تقبل، اكو قناعه. من هاي القصه ما شفت اكو حب، ما شفت اكو تنازل، ما شفت اكو قناعه، لا هو مقتنع زوجته ولا هي مقتنعه به. اكو اخطاء اي نعم، اكو كذب اي نعم، لكن ما المشكله انه يتعاملون اثنيناتهم لو اكو حب ويتغاضون ويصلحون. هواي حالات واكو اكثر من هيك حالات، هو الحب يخلي الطرف يتقبل الثاني، يتقبل الثاني لما تمشي الامور تترتب. لحد ما هو فاجئنا، جاني قال انه خلي نرجع واني اعتذر واني اسف ما ادري شنو. فقلت خلي اعطي فرصه، رجعت، لان قلت هي مو هاي مشكله يعني على مود اعرف راسا بها امل انه ممكن يتغير. وشي صار بعد شي يريد يغير منه. مرة رجعت هو نفس هاي الأشياء اللي يسويها بالبيت، ما مهتم بنفسه ولا بنظافته ولا بشي، نفس الشي. وقلت له أنا هذين الأشياء كلش تضوجني، فظل يتعارك وياي يقول لي يعني أنت ما تحبيني، أنت ما لازم تقبليني مثل ما أنا ما أريد هيجي، أنا أشوف نفسي ما أحتاج هيجي أشياء. فظل يصيح من نتعارك صوته عالي فأهله يسمعون، هما يعني شلون ماخذين نظرة علينا نحن بس مشاكل ما يتدخلون. قلت له ليش يعني دائما تعلي صوتك؟ انا ظل هذا وضعنا يعني كل يوم على شغله على مشكله ويصيح صوت عالي وما ادري شنو. فظليت اروح للدوام انا تعبانه وما متحمله يعني مشاكل على كل شيء، على الطلع على الطبه، صار عدواني، صار يعاملني يقول انت المنافقه وهو الكذاب، يقول يعني المنافقه احنا هيك طلعنا هيك ثالث هاي 7 سنين هيك يعني عبالك يعيرني بهاي الاشياء. أنا ما تحملت بعد وعفته الصراحة، وهو موضوع الطلاق هو قرار من البداية أحسن ما يصير عندنا أطفال. وهاي فترة ما فاتت تقريبا 7 أشهر إنه خاف يصير أطفال بعد وأتورط أكثر وحرامات هاي السنوات، فأنا قررت الطلاق. قلت له أنا ما أريد أي شيء منك، بس إنه أنت شو اسمه تطلقني وتعوفني. ما قبل، وبقيت أنا معلقة فترة طويلة، ويعني ما يقبل يطلق، وأنا عند أهلي أغراضي عنده وكل شيء ما باخذه وياي بس ملابسي. قالوا لي أنت ما راح تاخذين أي حقوق وراح تبقين هيجي معلقة وما أدري شنو، ماكو سبب، وأنت طلعت والأشياء اللي تحكيها ما يعتبروها كلها. هاي سألت بها ورحت يعني محامين أكثر من واحد، وقال لهم أنتم أنا كل شيء ما أريد، بس إنه أريد أخلص و يعني هو شوف طريقه. خلال هاي الفتره هو اثار هو مقدم يعني على الجيش ومقبول وما اعرف يعني متعين وشي، وما قال لي طبعا، بس يعني اللي عرفته انه هو ظل ماكو تواصل، ما يحكي، ماكو شيء. لحد ما اني اتصلت باهله قلت لهم شنو يعني انا اريد اطلق وها، قالوا انت ما تدرين به هو تعين؟ قلت لهم لا ما ادري به. فطلع هو متعين وضارب ضابط وياه وساجني بدايه تعيينه وساجني لمده سنه. فانا قلت هاي فرصه انه هو ما دام هو بالسجن انه اني ارفع القضيه، لانه هذا سبب لي يعني مشكله واني ما اريد شخص يعني يسوي مشاكل وهيك شيء، وهذا مثل ما ضرب شخص يضربني. فقلت لهم هيك شيء. نوعا ما الإجراءات القانونية بالعراق هي أكثر شوية الرجل، بالذات قانون قسم يقول المرأة، بس أكو مال قانون 40. هنا أنا دا أشوف هي تتبع المحامي، أشوف أنا قضايا خلال أشهر يعني كلها ويا المرأة،
واكو قضايا لا بدها تطول سنه وسنه اكثر والمراه ما ماخذ حقوقها. المتضرر الاكثر بالطلاق هو المراه في مجتمعنا. موضوع كانه ما اكو هواي حالات انا اليوم لاحظتها، موضوع انه انا ما انطيها حقها كانه ما انا منتصر عليها. فهنا المشكله، احرمها من اولادها انتصار هذا عليها. تعيش حياتها هي بعد الطلاق لا ما يصير المجتمع يلومها، هو عادي. فاكو عرف، اكو عرف احنا نشأنا عليه انه دائما المرأة متضررة. نادرا نادرا بالقانون انا دا اشوف المرأة يعني تاخذ حقها، وان اخذته فبعد شهور من المراجعات والاجراءات القانونية المعقدة. شوفي كلام المحامي هذا صحيح. احنا ليش دائما منعطي المجال للطرفين؟ انا اذا كنت وكيل لزوجه او لزوج كوني على ثقه ما راح انطي مجال لاي واحد، لان احنا نريد نلم الموضوع قدر الامكان، يعني حتى تمشي الحياه وهي ما كل يوم زواج صافي، لازم اكو بيه معوقات، لكن ما نخلي هاي المعوقات انه تهدم اسره. ابدا ما لا اكون في طريقها نهائيا ولا احب اكون بالوجه. فكان المفروض انه من البدايه تعالج الموضوع هي. فالمحامي تصرفه صحيح انه انا اعطيهم فرصه اقول لها رتبوا ما اعطيها وجه حل هيك، وبالفعل انه احنا ما عندنا قانون ما ينص انه الزوج، يعني انا بدي احكي بموضوع مهم بعدين نرجع لموضوعنا، انه جانب الاعتناء بالنظافه الشخصيه بصراحه يعني اكو ناس تفتقر لها وكثير من الناس اكو فد شيء يعني معروف هالايام بده يطلع يقول قال يا باشا انت مثلا شوف ولد شاب قبل كان يهتم بنفسه زيانه ترتيبه، يا باشا شنو شو وضعك انت من زوجت خربت؟ يقول له والله بعد تزوجت يعني بعد ما يحتاج انا ارتب امور. انا اقول لا بالعكس، انت بعد زواجك لازم يكون اهتمامك اكثر مما قبل الزواج، يعني انت صار عندك شخص تهتم به مثل ما انت تريد اهتمام من زوجتك وتريدها تكون باحسن صوره، انت لازم عليك تطلع باحسن صوره. يعني طبيعيه جدا انه واحد يلطف نفسه يعطر نفسه، يعني هاي الاهتمام بالامور ما نريد احنا نذكر بالتفاصيل على مود لا ناخذ وقت، يعني اهتمام بالنظافه الشخصيه جدا مهم للزوج وللزوجه. احنا ما بيها شيء اذا انا زوجتي تنصحني واني انصحها اني هذا الموضوع شوي متحسن من عندي، ترى طبيعي اذا حتى لو اكو بطريقه او باخرى ما راح تكون طريقه جارحه. عندنا حالة من الحالات شايفة حالة الحضانة قريبة يعني هي عن الطلاق، فهم انفصلوا عن بعضهم بقوا الأطفال يم الزوجة، فالزوجة طلع عليها خطأ بتوقيع موظفة، هي طلع عليها قيد صار عليها حكم، قام الزوج بأخذ أي نعم لا للزوجة مو سجن بس قيد غرامه، احنا الجنح عندنا غرامه وبيها سجن، لكن على قدر الغرامه يعتبر ما دام صار عليها حكم من حقنا سقط الحضانه عليها، سقط الحضانه عليها. فاكو استغلال الفرص، هاي الزوجه لما زوجها انسجن، عندنا صارت وياي حاله يعني زوجها انسجن بعد قيد التحقيق، يعني ما طلع عليه لا الحكم حكمه، راسا بادرت بالتفريق بدعوه التفريق، كون انه سبب التفريق انه هذا راح ياثر على سمعتي على مكاني، فبادرت بالتفريق. هو يعني تعرفين انت اليوم احنا ما شاء الله يعني هسه المخدرات طابه من العراق من الطول للطول، ومع الاسف يعني هاي الاهل نوصيهم من خلال برنامجكم اللطيف انه جدا ضروري ينتبهون على المخدرات، حالات المخدرات يعني اليوم بعد اتوقع يعني راح توصل نسبه يجوز تعبر 30%، نسبه قويه المخدرات الله يكفيكم الشر، هاي المشروبات الكحوليه هسه والله العظيم واحد مرات يقول المشروبات العليا اهون المخدرات، المخدرات هاي تخليه يطلع عن وعيه، يعني تخليه يتصرف تصرفات ما يقبل بها، القتل مرات يكون ارحم في انه يسبب الجريمه تبقى عاهه مستديمه العمر كله لو مثلا نزل المحارم الله يكفينا الشر، هاي الامور البقيه. فهاي اللي دا اقول لك عليها انه السجن فصار عندنا وارد، يعني التحقيق هواي.
فرحت المحامي وسوى لي الموضوع هاي الدعوة وقدمتها وهاي وبقت هواية. هو من عرفه بالبداية قال أنا ما أطلق، فقلت لهم أنا أريد الطلاق وأنا ما أريد أي حقوق، وهو لأنه هذا الأشياء يعني سلوكه وهيك شيء ضربني، بس أنا متنازلة على كل حقوقي. قل اللي هو بكيفه، بعد هو إذا يريد يعطيني شيء أنا ما عندي مشكلة. فهم أهله اجوا علينا قالوا لا لازم تاخذين غراضك يعني ذهب مالتك والغرفة مالتك، لأن حرام علينا وهذا مالتك يعني المؤخر لازم العفو المهر مالتك لازم تاخذينه، احنا نخاف الله وهاي إذا يبقى أصلا ما راح نتهنى به. وإذا هو تزوج مرة ثانية لأن هو ظل يهدد أنا أتزوج عليك وهاي خليه يتزوج أكيد راح يجيب أشياء جديدة. فأنا رحت يعني وأخذت أغراضي بسيارة وصار الطلاق بعد ما هو اقتنع أنه أنا هاي خلص بعد ما عرف أخذت أغراضه وهذه اطلقنا. الأسباب اللي ذكرت في هذه القصة لا مو أسباب حقيقية للطلاق، كان بالإمكان أنه هم بعد ما 7 سنين قصة حب ويدعون بالحب، يعني ما شفت أي حب بهاي القصة أنه ينطون فرصة. يعطون فرصة أحاول أجرب. طبعاً هو ما عرف هو شلون سواها، هو كان بالسجن بس ما عرف شلون، لأن أنا موكلة المحامي قلت له بس أنطي بالشهر يعني مرات 300 مع 400 حسب هو شقد يصرف المحامي أنا أنطي. فترة طويلة يعني صارت يلا أنا حتى ما ردت أي المؤخر ما متنازلة عنه كل شيء ما أريد. هسه وضعي أنا بوظيفتي وأقول الحمد لله وشكر يعني تمام وضعي، ما أفكر هسه بالزواج وبعدني ما مؤمنة بهذا الحب اللي هو يمكن أنا ما حبيته، لو حبيته كان صبرت عليه والحمد لله شكرا لكوش. يعني شباب وبنات بشكل عام الحب شيء والتعود شيء. قبل لا أخطي خطوة الزواج وأنا حتى البنات أختي أقولها والبنتي من تكبر همينه ألف مرة أعيد التفكير، قرار أبدا مو سهل، التقاء عائلتين بيئات مختلفة قرار أبدا مو سهل مو سهل. يعني هي يمكن من حسن حظهم اليوم ما عندهم أولاد ذولا، بس أنا متأكدة أكو أضرار نفسية على الطرفين ويمكن المرأة أكثر بتحس إنه اختيارها كان خاطئ أو إنه سنينها وأيامها راحت باختيار خاطئ، ولازم المرأة تحسن اختيار أبو أولادها المستقبليين. فلابد من إعادة التفكير أكثر من مرة، لابد من أنه أنا أكون مكتفية وناضجة فكرياً ومادياً للشاب والبنية. اليوم الحياة كلش صعبة وأكو مشاكل هواية، مثلاً أكثر المشاكل اللي هي الأزمات الاقتصادية اللي نعيشها، أكثر مشاكل الطلاق هو الاقتصاد والمادة والمتطلبات اللي تزيد. فالبنية والولد لازم أنهم متعاونين يكونون مستقلين بحياتهم قادرين يخطون هاي الخطوة ويفتحون بيت. أنا أنصح كزوجي وزوجة أنه يتكاشفون، انت شنو تريد انطي. انا اليوم اريد اكون المقابل وياي صريح، لازم اكون وياه صريح. طبيعي جدا انه تطي انت من عيوبك، لما تطي جزء من عيوبك المقابل راح يفتح لك كل عيوبه، يعني نشوفها طبيعيه بدايه متجبجب. انا اشوف المقابل هذا متكامل، انا احبه ده اشوفه ما بي نقص، بس لما يبدي لي نقص من 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 نقصاته اللي هو يعرفها راح انا انفتح وياه، اقول له انا ترى عندي هيك نقص وهذا طبيعي وممكن نتعاون عليه، زين اوكي هيك شيء عندي هيك شغله نقص، عندي شهاده يعني مو صحيحه، شهادتي ما اخذها عن غش، انا ابدا يعني انت وراك اللي يدخل للزواج يدخل المشروع للموت، مو يدخل المشروع سنه وسنتين وينسحب من عنده. زواج مسموع، العفو مشروع سامي جدا وهو مستعد انه يقود امه.